أعزائي المشاهدين متابعي بوابة الأسبوع في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد وتغطية جديدة من محافظة الشرقية. معانا محمد عمر حرب. محمد كان بيعاني أشد المعاناة من السمنة الزائدة، الوزن الزائد، كان وزنه ما يقرب 250 كيلو. محمد دلوقتي بعد ما تم الاستجابة لطلبه من قبل رئيس الجمهورية ووزير الصحة في الاستغاثة عبر موقع جريدة الأسبوع، محمد عمل العملية ورجع لوزنه الطبيعي. أهلا وسهلا بك يا محمد على موقع جريدة الأسبوع. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. إزيك يا محمد؟ عامل إيه؟ الحمد حلو لله على الحمد السلامة. لله، الله يسلمك. كلمنا بقى، كان إيه الوضع الأول؟ يعني حالتك الصحية الأول وإيه اللي حصل؟ الأول ما كنتش بقدر ولا أمشي ولا أمشي ولا أتحرك ولا أي حاجة، دلوقتي الحمد لله أمشي وأروح المكان اللي أنا عاوزها. يعني كان وزنك كام الأول؟ احكي لنا كده ومعاناتك. 250 كيلو، ولا كنت بقدر أطلع ولا كنت أقدر أعمل أي حاجة. وبعدين؟ دلوقتي بمشي مع أصحابي وبطلع الحياة زي طبعا الأول. احنا سجلنا قبل كده على الموقع ان طبعا الاستغاثة لرئيس الجمهورية ووزير الصحة بخصوص ان كان وزنك 250 كيلو وبعدين رجعت لوزنك الطبيعي. يعني طبعا تم الاستجابة فورية وعملت العملية. احكي لنا بقى، انت كنت بتقول ايه قبل ما تعمل العملية؟ يعني وضعك الصحي كان ازاي؟ كنت بتمارس حياتك اليومية ازاي؟ حياتي اليومية كنت ما بقدرش أتحرك، لازم لما أقوم يعني ممكن عمي يبقى معايا، أخويا هو اللي يقوموني. دلوقتي الحمد لله بقوم أروحي وأروح أصلي، وأصحابي عادي في البلد عادي. تمام. انت بقى يعني كلمنا بقى عن العملية. العملية انت تم الاجراء عملية ليك. هاي كلمنا بقى يعني بعد ما تم الاستغاثة الوزارة استجابت لطلبك، ايه اللي حصل بقى لما اتصلوا بيك؟ حصل ان هم اتصلوا بيا قالوا لي انت هتعمل العملية، وبعدين رحت فين؟ رحت الإدارة مديرية الصحة. مديرة وبعدين عملت الصحة العملية فين بقى؟ عند الدكتور عبد الفتاح كلموني. عملها لك في مستشفى أبو زقازيق أيوة. طبعا تحت إشراف مديرية الصحة ووزارة الصحة. طيب يا محمد، يعني النهاردة بتقول إيه يعني للمسؤولين اللي استجابوا لطلبك؟ بشكره، بشكر كل واحد وقف معايا. طبعا أنت منذ قليل قلت لنا أنا بشكر كل المسؤولين على رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحة وجريدة الأسبوع اللي كانت تبنت مشكلتك ووصلت صوتك للمسؤولين. طيب يا محمد، يعني بعد ما كان وزنك 250 كيلو ودلوقتي رجعت لوزنك الطبيعي بعد ما عملت العملية منذ شهرين، بتقولي النهاردة شعورك ايه النهاردة؟ يعني مبسوط النهارده؟ مبسوط الحمد لله. الحمد لله على كل حاجة. يعني احنا كنا شفناك من قبل ما تعمل عملية كان وضعك صعب جدا. وضع صعب دلوقتي، الحمد لله بمشي واتحرك واعمل اللي انا عاوزه يعني بدأت تتحرك يعني. وبروح اصلي وكل حاجة، قعدت بتمارس حياتك الطبيعية بشكل بمارس طبيعي. حياتي الطبيعية. طيب انت امنيتك ايه بقى؟ نيت اللي انا اشتغل إن شاء الله تشتغل بإذن الله ويتم توفير ليك فرصة عمل إن شاء الله بإذن الله من خلال تواصلنا مع مديرية القوى العاملة في الشرقية بإذن الله. معانا كرم حرب عبد محمد. تحكي لنا يعني من بداية الحكاية إيه اللي حصل؟ يعني كرم احكي لنا بقى يعني معاناتكم مع محمد من البداية. انا قبل ما احكي معاناتنا انا بشكر جميع المسؤولين وعلى راسهم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحه والدكتور هشام مساعد وزير الصحه والدكتور شريف اللي ساعدونا ووقفوا معانا بعد ربنا. محمد طبعا زي ما حضراتكم شفتوا في التسجيل القديم انه محمد كان وزنه 250 كيلو
وبيعاني من سمنة مفرطة، ما بيعرفش ينام، ما بيعرفش يخش الحمام، ما بيقدرش ياكل، ما بيقدرش يمشي، ما فيش أي حركة أو أي ممارسة حياة إنسان طبيعي. والحمد لله يعني بعد ما عمل العملية بسم الله ما شاء الله، النهاردة محمد 150 كيلو من 250 كيلو، طبعا فرق شاسع، ونحمد ربنا وألف حمد وشكر لك يا رب على الحالة اللي فيها محمد دلوقتي. تمام. طيب يعني طبعا محمد كان بيعاني الاول معاناه شديده، ما كانش بيعرف يمارس حياته بشكل طبيعي. محمد ما بيقدرش ينام، كان يعني لازم يبقى هو نايم وهو قاعد كده، ما يقدرش ينام او بتاع، لانه بيحصل ارتجاع ممكن تجيله كرشه يموت فيها. دلوقتي محمد بسم الله ما شاء الله بينام براحته، بيمارس حياته طبيعيه براحته، بيمشي، بيقدر يروح فرح، يروح عزاء، يروح اي مناسبه، يصلي، الحمد لله. طيب يا محمد عنده كام سنة؟ محمد النهارده عنده 22 سنة. يعني الحمد لله نقول، نقدر نقول إن محمد رجع كشاب يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. الحمد لله الحمد لله. وبقى أحسن من الأول واتحسن حالته الصحية. الحمد لله. لأن طبعًا السن المفرطة دي كانت بتأثر طبعًا على عليه وكان بتسبب له مشاكل تانية. وكان معاه السكر من ضمن السمنة، كانت جايبة له السكر، الحمد لله دلوقتي السكر صفر. ما فيش سكر الحمد لله برضه يعني. طبعا من خلال ما سجلنا مع محمد منذ اكثر من شهرين وتبنينا المشكله عبر موقع جريده الصحه، تم التواصل من قبل مديريه الصحه وزاره الصحه ومديريه الصحه. احكي لنا بقى بعد ما تم التسجيل ايه اللي حصل؟ واحنا اتوجهنا، كلمونا وتوجهنا على الاداره في الزقازيق مديريه الصحه. تمام. والحمد لله وقفوا معانا، والدكتور شريف والدكتور هشام وقفوا معانا وما قصروش وعملنا العمليه. والحمد لله يعني محمد بقى افضل، وبنشكر الدكتور عبد الفتاح قلموش الدكتور اللي عمل العمليه. وطبعا الشكر كله يرجع لقناه الاسبوع، جريده الاسبوع اللي وقفت معانا يعني. طبعا الشكر لله، واحنا طبعا في جريده الاسبوع برئاسه الاستاذ مصطفى بكري بنبدي طلبات اهالينا، ولازم نقف جنبيهم، ده واجب علينا ان احنا نقف معاكم وان احنا نبدي طلباتكم يعني. طبعا يعني محمد اصبح يعني زي ما بيقول رجع من جديد، كان زي ما بيقول كان بيموت وبقى انسان. طبعا في جهود من الدوله بتبذل لخدمه المواطنين وتوفير الخدمات الصحيه ليهم، زي مبادرات الرئاسيه لدعم مثلا الحالات الاكثر احتياجا او الحالات اللي هي محتاجه علاج يتم علاجها. يعني بتقولي النهارده شعورك ايه؟ انا بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحه على استجابتهم بالفور لعمليه محمد. حقيقه هم استجابوا في نفس الوقت ان محمد يعمل العمليه على نفقه الدوله. تمام. ومحدش قصر يعني، بشكرهم كلهم، بشكر جميع الساده المسؤولين على وقفتهم معانا. يعني شعور الاسره زي ما احنا شايفين الاسره في حاله فرح. محمد كان بيعاني من السمنة المفرطة وكان فقد الأمل، لكن كانت الاستجابة فورية من قبل وزير الصحة، من قبل رئاسة الجمهورية وزير الصحة، وكانت استجابة فورية لاستغاثة محمد اللي كانت على موقع وجريدة الأسبوع، وتم عمل العملية. يعني في غضون ما تمش أسبوع تم عمل العملية، ودي طبعا يعني بيأكد لنا إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لخدمة مواطنيها وخاصة في المجال الصحي. هو الحمد لله ده إنجاز حضرتك. وطبعا محمد احنا بنعتبر النهاردة الأسرة زادت عندنا واحد يعني. هو كان للأمانة احنا كنا متوقعين ان احنا نفقده في أي ليلة من ضمن الليالي من اللي احنا بنشوفه منه. تمام. فده إنجاز يعني الحمد لله من الدولة، وبنشكر الدولة وجميع مسؤولين الدولة بوقفتهم معانا، ان الاسره زادت واحد الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، احنا شايفين الفرحه والابتسامه على وجوه الجميع. الف حمد وشكر لك يا رب. يعني الحمد لله وربنا يحفظكم دايما يا رب. حابب تقول حاجه يا محمد؟ حابب تقول حاجه يا محمد النهارده؟ بتقولي بقى؟ بشكرهم كل، بشكر كل الوقف معايا. تمام. شعورك ايه بقى يا محمد اخر حاجه؟ معلش عندك معانا اخر حاجه كده، شعورك ايه النهارده؟ مبسوط؟ مبسوط.
مبسوط الحمد الحمد لله لله. رجعت حياتك الطبيعية تاني؟ اتحسنت كتير حياتي الطبيعية، رجعت لحياتي وأنت الطبيعية، بتخرج وأنت انا بتمارس بخرج وانا بمارس كل حياتي الطبيعية الحمد لله الحمد لله. أعزائي المشاهدين، زي ما تابعنا مع حضراتكم حكاية محمد عمر حرب ابن مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. محمد اللي كان بيعاني من السمنة الزائدة، كان وزنه 250 كيلو. دلوقتي تم عرض شكواه على المختصين وتم الاستجابة الفورية من قبل وزارة الصحة، وتم عمل عملية ليه في إحدى مستشفيات مدينة الزقازيق بمتابعة مديرية الصحة بالشرقية، وتم عمل اللازم، وأصبح محمد الآن شاب بيمارس حياته الطبيعية بدون أي أعراض. محمد قاعد بيتحرك وقاعد بيصلي ويشارك أهل قريته مناسباتهم أفراحهم وأحزانهم، وبيشكر هو وأسرته كل المسؤولين وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحة ومدير الصحة بالشرقية على استجابتهم لاستغاثته. وأيضا الأسرة قدمت الشكر لموقع جريدة الأسبوع على تبنيه المشكلة وعرضها على السادة المسؤولين. من محافظة الشرقية كان معكم محمود الورواري، دمتم في رعاية الله.